ما حكم تحضير الأرواح وهل هو نوع من أنواع السحر؟ لا شك تحضير الأرواح نوع من أنواع السحر، وهذه الأرواح ليست هي أرواح الموتى كما يقول، وإنما هي شياطين تتمثل، شياطين تتمثل بأرواح الموتى، تقول أنا روح فلان أو أنا فلان، هذا من الشياطين لا يجوز ذلك. أرواح الموتى لا يمكن تحضيرها لأنها في قبضة الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأرواح ليست كما يزعمون أنها تروح وتجي إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتسخير الله لها، ما هي بحرة وطليقة كما يقولون. فتحضير الأرواح باطل وهو نوع من السحر، وليست هذه الأشياء التي تتكلم هي الأرواح، وإنما هي الشياطين تدعي أنها هي الأرواح، وقد يأتي بصورة الشخص الميت يقول فلان هو كذاب، شيطان يتخيل بصورة الميت. نعم.